يما أمنية، يما أمنية ما شفتيش غزل؟ خير بس يما غزل في ايه؟ ما شفتيش غزل؟ ايوه انا شفتها، كانت نازله قدامي كده من حوالي ساعتين. خير في حاجه؟ بتجرين شغلين عينيا وانا في المكان. أمنية صح؟ ايوه. عامله ايه؟ الحمد لله. كبرت اهو. فين ماما؟ لو سمحت ما تحطش ايدك عليا. حط ايدي عليكي؟ ايوه يا بنت، كان زمان انا ابوكي بس ما حصلش نصيب. انا ما اعرفكش اساسا. انا كنت هتجوز امك زمان يا بنت. لو سمحت يا عمو مالكش دعوه بماما، قولي انت عايز ايه. هي فين ماما؟ طب تعالى اقول لك هي فين، بس انت عايزها ليه يا بنت؟ انا عاوز اتكلم معاها في كلمتين. قولها مين يعني يا بنت؟ فين هي بس؟ طب تعالى. طيب كبرت يا امنية. ماما. ايه يا امنية حبيبتي، في حاجة؟ عمو ده عايزك. ايوه خير يا استاذ، حضرتك عايز حاجة؟ ايه مش عارفاني ولا ايه؟ هو الصوت مش غريب عليا. يه 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 محمود، ايه النظافة والشياكة والحلاوة اللي حلت عليك دي؟ ايه كده عرفتيني؟ ايوه عرفتك، بس احكيلي احكيلي ايه اللي عمل فيك كده؟ ايه ده يا ماما؟ ايه يا امنية؟ هو انت تعرفيه؟ ايوه يا حبيبتي، ده قريبنا من البلد. اصل هو كان عمال يقول لي كلام وحش. هو طول عمره كده يا امنية، طول عمره كلامه وهزاره كده يا حبيبتي. ايوه بقى تعالى 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 يا امنية، تعالى احكي لي احكي لي. لسه بوابة زي ما انت. 12 سنة يا اخويا بوابة، شكلي هعيش بوابة واموت بوابة. لا والله. ايوه يا اخويا، بس انت احكي لي احكي لي ايه اللي عمل فيك كده؟ انا الدنيا اتغيرت معايا. ايوه انا شايفة ما هو باين. خمس مكبصات بقى، خمس محلات، خمس شقق تمليك، وعربيه ملاكي، وعايش حياتي وفلوس في البنك. خمسه الله اكبر في عينيا عشان ما تقولش يا اخويا انا حسبتك خمسه الله اكبر. خمسه الله اكبر. ايوه احكي لي يعني ده كل ده جه ازاي يعني؟ احكي لي. مصلحه حلوه كده. ايوه طيب. بس تشمل شويه. ان شاء الله تكون فين في الحيطه. انا قول لي بس كده، ما فيش رشعه. انا ممكن ارفعك فوق معايا، خلي بالك. ايوه والنبي بص. ايه دايسه؟ هو انا نفسك رافع فوق؟ دايسه دايسه معاك. عرفت جاي مصلحه شمال. ايه بقول لك؟ لو في الحيط هدخل معاك. معايا؟ معاك. طب تعالى احكي لك بقى بعيد عن الاموره دي. طيب استنى. ايه يا حبيبتي؟ بصي يا امي خلي بالك من العماره، بس هتكلم مع عمو شويه واجي لك على طول. خلي بالك من نفسك. ما تخافيش يا حبيبتي، ده بقول لك قريبنا من البلد. تعالى تعالى يا اخويا تعالى. غزل يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. رايحه فين لوحدك كده؟ رايحه عند صاحبتي. عند صاحبتك؟ اه. طيب اجي اوصلك يا حبيبتي ولا حاجه؟ المكان بعيد؟ لا مش بعيد، ده انا رايحه عند هند صاحبتي في شارع 10. هند صاحبتك في شارع 10؟ اه. طيب اوصلك يا حبيبتي؟ لا انا بعرف امشي لوحدي. طيب خلي بالك من نفسك. ماشي حاضر. ماشي يا حبيبتي، باي باي. باي. الو، في بنت طالعه دلوقتي اسمها غزل، رايحه شارع 10 عند صاحبتها اسمها هند، لابسه بنطلون بامبي وتيشيرت بامبي وعامله شعرها ضفاير كتير، وكمان مامتها اسمها سلمى. ماشي اعمل اللي انت عايزه بعيد عن العماره خالص. ماشي العب بعيد عن العماره، فاهم ولا مش فاهم؟ طيب خلاص. اي خدمه تاني؟ يلا مع السلامه. سلام. قولي يا غزل. نعم. عامله ايه يا غزل؟ الحمد لله. كويسه؟ اه. ماشي. انت غزل صح؟ ايوه صح يا عم، ايه اللي عرفك؟ مش انت مامتك اسمها سلمى؟ ايوه يا عم صح. وكمان رايحه عند صاحبتك هند. ايه ده، ايه اللي عرفك يا عم؟ يلا انا جاي اخدك عشان اوديك عند صاحبتك. انت مين يا عم؟ انا خال هند، خال صاحبتك. بجد يا عم؟ ايوه هي بعتتني اخدك عشان تيجي وتلعبي معاها. بجد يا عم؟ ايوه بجد. شكرا يا عم. بس بصي. نعم. البسي الكمامه دي اهم حاجه، انت مش لابسه كمامه ليه؟ يا عندبة اسمه كلامه والنبي. انا اسفه. هينفع كده؟ ايوه خليكي جدعه كده. ايوه عشان تعالي تعالي يلا اركبي وخليكي تلعبي على طول مع هند. يلا ماشي يا حبيبتي. ماشي كله تمام. الو
أيام أمنية. الأمانة وصلت كده. واحد تمام ماشي سلام. يما أمنية، يما أمنية ما شفتيش غزل؟ خير بس يما غزل؟ في ايه؟ ما شفتيش غزل؟ ايوه انا شفتها، كانت نازله قدامي كده من حوالي ساعتين. خير في حاجه؟ اصل هي كانت رايحه لهند صاحبتها، وبعدين كلمت ام هند قالت لي ان غزل ما جاتلهاش. طب راحت فين يعني؟ معرفش، بقالها ساعتين مش موجوده كده. راحت فين؟ يا رب استر يا رب. طب جماعة اساعدك في ايه؟ طب اجي ادور معاك. لا انا هروح ادور عليها. شكرا يا ماما. ربنا معاكي، ربنا معاكي يا رب. يا رب سلم يا رب استر، وعديها على خير يا رب، عديها على خير. ازيك يا طنط ايه؟ ازيك يا فيروز يا قمر، عامله ايه؟ الحمد لله. انت رايحه فين بقى كده؟ رايحه السوبر ماركت تشتري حاجه. تشتري حاجه حلوه؟ يعني هتشتري ايه مثلا؟ شيبس اللي بيكسب. شيبس اللي بيكسب؟ يا محظوظه. بابا ادالي 5 جنيه. 5 جنيه؟ دي 10 جنيه. ماشي يا فيروز، بس خلي بالك من نفسك، انت عارفه ان انا بخاف عليك. ماشي يا طنط ايه. ماشي يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي. الو، بص، في بنت طالعه دلوقتي لابسه ترنج بامبي، ماشي، اسمها فيروز، رايحه السوبر ماركت تشتري الشيبس اللي بيكسب، ومامتها اسمها ندى. ماشي خلاص، بس خلي بالك بعيد عن العماره خالص، اسمع الكلام. طيب يلا سلام بقى. سلام. يلا سلام. ايه يا فيروز؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. انا ماما تاني اجيب لك شيبس اللي بيكسب. بجد؟ مش انت مامتك اسمها ندى؟ وانت ليه بقى مش لابسه الكمامة؟ مش عارفة اللي فيه ميكروب في الكون؟ نسيتها في البيت. خدي واحدة جديدة وحلوة اهي، يلا البسيها وتعالي اركبي معايا اوصلك. يلا ماشي. ماشي. يلا حبيبتي تعالي. تعالي يا حبيبتي. اركبي يلا. يلا يا رب يسلم، يا رب يا رب يسلم، ويعدي اليومين دول على خير يا رب يا رب يسلم يا رب. مك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا ام امنيه. انت رايحه فين كده لوحدك يا مك؟ انا رايحه الدرس. مكي خلي بالك من نفسك، انت مش سامعه المشاكل وان في 4 عيال مخطوفين من هنا من العماره. ما تخافيش يا ام امنيه، انا كبيره، وبعدين يعني ده الدرس قريب هنا، ده في شارع 30. طيب يا حبيبتي، درس ايه ده؟ درس رياضه. عند استاذ مين بقى؟ استاذ محمد. طيب يا حبيبتي، بس اهم حاجه تخلي بالك من نفسك، انت عارفه ان انا بخاف عليكي زي امنيه بنتي ولا لا؟ عارفه يا ام امنيه. طيب يا حبيبتي خلي بالك من نفسك، ربنا معاكي يا حبيبتي، مع السلامه. مع السلامه. الو، في بنت طالعه لك دلوقتي لابسه بنطلون جينز كده وتيشيرت موف مخطط في ابيض، اسمها مكه، رايحه عندها درس في شارع 30 رياضه عند استاذ محمد، ابوها المهندس احمد الجمل. ايوه بس كده خلي بالك كده، العماره كلها اتقلبت، دي الناس كلها هتتجنن على عيالها. هو بص كده 5 عيال كده كفايه قوي، انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني. مش انت قلت لي على كل عيل 50,000 جنيه؟ يبقى انا كده عايزه منك 250,000 جنيه. ماشي، هتبعتلي الفلوس امتى يعني؟ ابعتلك امنيه؟ طيب خلاص، اكلمني قبلها وهبعتها لك. هشيلهم فين؟ انا بص هقول لك، انا هحفر مكان كده في اوضتي، هشيل بلطين واحفر تحتيهم واحطهم لحد ما الدنيا تهدى وامشي على البلد على طول. ايه قعدني هنا انا؟ طيب ماشي يلا. طيب سلام، مع السلامه. يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب يا رب سلم. ازيك يا مكه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا عم. مش بنتي مكة بنت الباشمهندس احمد الجمل؟ ايوه يا عم. انا بابا بعتني علشان اوصلك الدرس بتاعك اللي في شارع 30، درس الرياضة عند استاذ محمد.
مظبوط يا عمو. ايوه انت عارف المشاكل اللي عندكم، هو كان بعتنا وصالك. بجد يا عمو؟ ايوه بجد يا حبيبتي، وكمان في الكمامه بتاعتك، مش انت عارفه اللي فيه ميكروب في الجو. بس ماما مش عادتني كمامه. خد يا حبيبتي اهو، بابا بعتها لك اهي. يلا البسي الكمامه يلا حبيبتي. يلا هو قلقان عليكي وخايف عليكي قوي. ماشي يا حبيبتي؟ ماشي تعالي يلا اتفضلي اتفضلي اركبي تعالي. يلا يلا اركبي يا حبيبتي. يلا اركبي. أمو غزل. نعم. أنا عامل إيه يا أمو غزل؟ بنت ابني مش لاقياها، وأبوها مسافر، أنا عامل إيه يا اتصل بيا؟ والله أنا عارفة، والله ما عارفة أنا غزل مش لاقياها أعمل إيه أنا كمان طيب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، قطعتوا قلبي والله، معلش يا رب يطمنكم عليهم يا رب إن شاء الله. يا رب يا رب. معلش يا مها، إن شاء الله زي أختك. بس يا حبيبتي ما تعيطيش. إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله هترجع لك أختك بالسلامة. شارع كامل. ما فيهوش كاميرات. ما انا ياما اتحيلت عليكم على موضوع الكاميرات ده، قلت لكم امان لينا ولولادنا، انتوا اللي ما صدقتونيش وكل شويه تقولوا بكره بكره بكره. انا مش فاهم ازاي يعني، مش فاهم ازاي انت تتخطف يعني من الشارع؟ يعني ما فيش الا العماره بتاعتنا احنا بس اللي عنا هي اللي تتخطف منها؟ ازاي يعني؟ والله حاجه تحير يا باشمهندس احمد، حاجه تحير. انا البيت مش عارف ادخله. هدخل البيت ازاي قولي لي بس؟ ادخل البيت ازاي ولا تمش بيه يعني؟ بنت مش في البيت هدخل البيت ازاي؟ انا قلبي واجعني يا ام امنيه، انا قلبي واجعني ومش عارف اعمل ايه؟ بحاضر واعملنا محاضر، بحاضر واعملنا محاضر، نعمله ايه تاني يعني؟ قولي لي نعمله ايه تاني؟ يا استاذ احمد اعمل البيت يا استاذ احمد وجعلوني. ايوه والله ان شاء الله هتلاقوهم. مش عارف هدخل البيت ازاي وبنت فاروز مش فيه، مش عارف يا رب. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ امنيه تعالي عايزك عن اذنكم يا جماعه، عايزه امنيه بس ثواني، تعالي يا امنيه عايزاك. الو ايوه يا محمود، ابعتها لك فين بقى؟ شارع 30؟ طيب ماشي، ابعت لك شنطه ولا حاجه؟ طيب خلاص. بقول لك ايه، مالكش دعوه بالبت خالص، ولا تكلمها ولا تغلط عليها، تديها الحجه وتمشيها على طول. انا بفهمك بس. طب يلا سلام سلام. بصي امنيه يا حبيبتي، عارفه عم محمود اللي جه هنا وانت قلتي مش بحبه؟ الغلس ده. ايوه حبيبتي، هتروحي شارع 30 هيديكي شنطه فيها امانه. ماشي، ما تفتحيش الشنطه يا امنيه، بقول لك اهو باكد عليك ما تفتحيش الشنطه يا امنيه. هتجيبي منه الشنطة تطلعي تجري على طول على اوضتنا، تحطي الشنطة تحت السرير ومن غير ما حد يشوفك، فاهمة؟ طب ماشي يا ماما، بس هو بصراحة راجل غلس يا ماما، أنا مش بستحمل أشوف، أنا بخاف منه. ما أنا قلت له هي أمنية ملهوش دعوة بيكي، هتديكي الشنطة تقولي له شكرا وتمشي. طب على طول. طب إيه اللي جوه الشنطة؟ أمنية الأمانة دي بتاعت ناس في البلد، أنا هوصلها لهم لحبيبتي. ماشي؟ طب ماشي، طب ينفع أطلب منك طلب؟ اللي أنت عايزاه يا حبيبتي. عايزة أديكي حضني يا ماما. يا حبيبتي يا أمنية. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. خليكي ليا يا ماما. ما تنيش منك ابدا يا رب. والله كل اللي بعمله في الدنيا ده عشان. خلي بالك من نفسك. يلا. حاضر. يلا حبيبتي. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم، يا رب. يا أمية. بقالي ساعة مستنياك، فين الأمانة؟ ماشي هتيجي الامان، وكمان مش مهزر معاكي علشان انت بتشتكي لامك. ايوه. ما فين الكمامه بتاعتك؟ البس كمامه ليه يعني؟ ما لازم تلبسي كمامه مسكي، مش في ميكروب في زفت في الجو. امسكي البسي الكمامه ديت يلا عشان اديكي حاجتك. ماشي ماشي، اختاري اركبي العربيه يلا عشان اديها لك في العربيه. يلا اختاري. اصل انا بس فينك يا امنيه؟ فينك؟
منك يا بنتي، رحتي مني فين يا أمنية؟ رحتي مني فين يا بنتي؟ فينك يا أمنية؟ ارجعي لي يا أمنية، ارجعي يا أمنية عشان خاطري. ماما أمنية أنا جنبك يا ماما. أمنية أمنية أنت ليه عملتي فيا كده يا ماما؟ عملت فيك إيه يا بنتي؟ عملت فيك إيه؟ أنا كنت بحبك قوي يا ماما، وانا حرمتيني منك يا ماما. لا والله يا بنتي ما عملتش فيك، انا كنت بعمل كل حاجه في الدنيا عشان تبقي جنبي وعشان ابقى اخليكي مبسوطه وفرحانه. والله يا امنيه تعرفي يا ماما، زي ما عملتي في افطار سكان العماره ربنا عمل فيا كده يا ماما. تعرفي قبل ما اروح لعم محمود كنت حاسه ان انا مش هشوفك تاني، عشان كده حضنتك يا ماما. حسيت بحضنك يا امنيه، والله يا بنتي حسيت بحضنك. انت حضني يا ماما. امنيه انت حضني. أمنية أمنية انت فين؟ أمنية أمنية ارجعي يا أمنية. أمنية كنت بعمل كل ده عشانك، والله بعمل كل ده عشانك يا بنتي، والله بعمل كل ده عشانك. أمنية ارجعي. أمنية أمنية أمنية.